رجل عدد جيد من الطلبة والطالبات للمشاركة في انطلاقة المناظرات في جامعة القدس. احنا شاركنا في مسابقات دولية، فحبينا ننقل الفكرة والتجربة لجامعتنا، لانتباهنا قديش هادي الفن المناظرات بيسقل شخصية الطالب وبيعطيه تمكن من المحاورة بالعقل والمنطق، فحبينا انه فعلا نستغل هذه الفرصة لنشر هذا الوعي. تعلمنا كيف يكون عندنا الثقة مشان نوقف قدام على مسرح قدام ناس، كيف نحكي معهم بالمنطق بالحوار بدون طريقة التعصب وبدون بعيدا عن الجهل المعرفي. تعلمنا كيف نتواجه مع الشخص الآخر عن طريق الحجج والتعامل معه بالعقلانية وليس بالصوت العالي والصراخ الأعلى. تعرفنا في هاي المناظرة عن أهمية اللغة العربية كونها لغتنا الأم وعن تعزيز اللغة عند الطلبة. تجربة المناظرات في حياتي الجامعية كانت من أحلى التجارب في هاي الفترة.